وعنا معهم وأكرمنا يا رب العرش العظيم. كان ممن وفد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد قبيلة جعفي، جاء منهم رجلان هما أخوان لأم، أي أن أمهما واحدة لكن آباءهما متفرقون، يعني أن أمهما كانت متزوجة رجلا أنجبت ولدا ثم تزوجت آخر فأنجبت ولدا، فهذان أخوان لأم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومهم بني جعفي، فلما وصل المدينة وبايعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: بلغني أنكما تحرمان القلب. فقالا: نعم. قال: إن قلب؟ قلب الحيوان المذبوح، بقر، جمل، خروف. في الجاهلية الله سبحانه وتعالى حدثنا في القرآن العظيم أن كثيرا من أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما لم يأذن به الله وما لم يأمر به الله، تأتي لهم الشياطين فتضحك عليهم. هذا قال الله تعالى كمثال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. اشبن مثلا هذا الفحل من الإبل، مثلا اقترب من الناقة فأنجبت الناقة عدة ذكور متتاليات، فهذه الناقة لا يجوز ذبحها. مين قال لا يجوز ذبحها؟ مو أنجبت ذكور متتاليات لا تذبح، هذه أنجبت عدة إناث متتاليات، هذه ذرها كثير، هذه ما أدري إيش، فهذه حرام ذبحها، هذه تطلق تسيب، تطلق يعني هكذا في الطرقات، لا يجوز لأحد لا أن يأكلها ولا أن يذبحها ولا أن يركبها. من حرم هذا؟ يحللون ويحرمون من عقولهم ومن شياطينهم. فهؤلاء القوم قبيلة جعفي كان فيهم أنه لا يجوز أكل قلب الشاة أو قلب الإبل أو قلب البقر، القلب منا قطعة القلب، وهذا كان من شأن الجاهلية لم ينزل الله تعالى به من سلطان. فقال: بلغني أنكم تحرمون القلب. فقالوا: نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب فطبخ، ثم قال: كلا منه، لا يتم إسلامكما إلا بذلك. سأتي على التفصيل ليش هيك، يعني لا يتم إسلامكما إلا بذلك. فقاما ليأكلا وأيديهما ترعد، إيديهم على الترجف، حياتهم كلها أنه هذا حرام وهلأ صار حلال، فما عم تصوروا هذا الموضوع. فيداهما ترعد، فقال: كلا. فأكلا، قالوا: بايعنا. فبايعهم، مرنا. فأمرهم بالصلاة وأداء الزكاة والصدق والنصيحة، ثم أرادا الانصراف. فلما قاما قالا: يا نبي الله، إن لنا أما كانت تحسن، يعني تعمل أعمال خيرة، كانت تطعم الفقير، ولكنها وأدت في الجاهلية. بنتها إلى بنت جابتها حفرت لها حفرة وطمرتها فيها ودفنتها وهي حية، قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. أيضا سآتي، سأسوق القصة ثم سآتي إن شاء الله. فقال: الوائدة والموؤودة في النار. فقام الرجلين مغضبان، أو فقام عفوا الرجلان فقام الرجلان مغضبين فقام الرجلان مغضبين مضايقين، وأسرعوا من أمام رسول الله منصرفين. فقال: ارجعا إلي، ارجعا إلي. فقالا ولم يرجعا: إن رجلا
ألزمنا بأكل القلب وجعل أمنا في النار لجدير ألا يتبع. وانصرفا فلما كانا ببعض الطريق لقيا إبلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع راع يرعاها، فاحتالا على الراعي فقيداه ربطوه ثم استاقوا الإبل فسرقوها وارتدوا كما قلت عن الإسلام والعياذ بالله. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهما. ما تفصيل هذه الحادثة؟ فيها أمور مهمة جدا. أولا مسألة أكل القلب، لماذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل القلب بالنسبة لهذين الرجلين أمرا مهما، حتى قال لهما لا يتم إسلامكما إلا بذلك؟ هي مسألة ضرورية أن نفقهها يا أيها الأحبة. كل إنسان كان كافرا أو كان على نحلة يعني دين، أو كان على مذهب منحرف عن أصل الإسلام وأراد أن يسلم، لا بد له من أن يتبرأ مما كان عليه، وإلا لم يصح إسلامه. أعيد، كل كافر أو متبني نحلة يعني طائفة معينة منحرفة، منحرفة عن الدين بشكل ظاهر يعني خرجت من الدين وكذا، أراد أن يدخل في الإسلام فلا بد أن يتبرأ مما كان عليه. وهذا قول كثير من أهل العلم استنادا لهذه القصة ولغيرها من روايات وآثار وردت في السنن. بمعنى واحد كان نصراني يعبد الصليب، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، قال إيه صار مسلم؟ صار مسلم، ولكن وجدنا أنه لا يزال متأثرا بشأن الصليب. نقول له يجب عليك أن تتبرأ صراحا هكذا بالملأ من قلبك وبلسانك من هذا الصليب، وإلا فلا يتم إيمانك. لسه متأثر بالصليب، صليب رمز الشرك، رمز الشرك. فأنت أسلمت، إيه أقرت بالشهادتين، لكن لا تزال شيئا ما تعظم هذا الرمز، لا يتم إسلامك. بعض الفرق ممن ينتسبون إلى الإسلام زورا قال له بعض الناس، الحاكم بأمر الله الفاطمي، هذا كان يدعي أنه خليفة كان في مصر، ألهته بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. فجاء واحد من هذه الفرق يريد أن نسلم، نقول له لا يقبل إسلامك حتى تتبرأ من ألوهية أي شيء إلا الله عز وجل. ده تقول لا الحاكم ولا المحكوم، الحاكم هذا لقبه، مو أي حاكم، بالنسبة للتاريخ من يعرف مشهور هذا الرجل، دعا الألوهية في الأخير والعياذ بالله، كان في مصر يحكمها، وجاء صلاح الدين بعد مدة، بعد أن مات هذا الرجل بمدة، فأنهى حكم هؤلاء الظلمة الذين ادعوا الألوهية. المهم فجاء إنسان يزعم ألوهية الحاكم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، نقبل منك وفي الظاهر أنت مسلم، لكن رأينا منه ما يشير إلى أنه لا يزال يعظم رجلا تعظيما ألوهيا، هذا لا يقبل منه إسلامه، تتبرأ منه حتى يقبل منك؟ بدك تتبرأ من الشيء الذي كنت متعلقا به. لذلك أكد عليهم رسول الله، إذا بدأ يرجع يقولوا لا هذا حرام ما بناكله، ليش؟ مين في ديننا في الإسلام من يجعل الحلال والحرام؟ الله. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. انتوا شغلتكم تحللوا وتحرموا ليش؟ لذلك أكد عليهم هذه القضية. سبحان الله. وظهر أنهم في الحقيقة لم تطمئن قلوبهم بذلك، لا يزالون يقرون بأن هذا لا يزال حراما، لذلك إيديهم عم ترتجف وإنهم بدهم ياكلوا.
أنتم قلتم هذا رسول الله ويقول لكم حلال ويجب أن تأكلوا منه، كيف ترتجف أيديكم؟ كيف ترتجف أيديكم؟ سبحان الله. فما هذا الإيمان إذن؟ ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام والتصديق الكامل بما جاء به الله تعالى ورسوله. فكيف لا أزال أشك أنا؟ فهذه مسألة مهمة جدا يا أيها الأحبة، مهمة جدا. والله تعالى أشار إلينا إلى أن أحد أسباب التي توصل الإنسان إلى مثل هذا هي اتباع الهوى. قال الله لنبي كريم من أنبيائه وهو سيدنا داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. سام بس ما اتبع هوى، أنا بحب هالشغلة، قد تؤله هذا الأمر، تؤله تجعله إله من دون الله وأنت لا تشعر. فاحذر يا أيها الأخ، أنت مسلم تنبذ كل شيء مضاد لدين الله. هذه المسألة الأولى بالنسبة للتأكيد على قضية تحريم القلب. الثانية عن أمهما، قال لهما: الوائدة والموؤودة في النار. طيب، الوائدة يعني هذا اسم فاعل، الذي يقوم بالوائد يعني هو اللي عم يقتل الطفل، بدفنه وهو حي، فهذا في النار ايه قاتل ظالم مجرم، فهمنا. لكن الوائدة والموؤودة، الموؤودة مثلا هي الطفل الصغيرة، ذكر كان أو أنثى، هذا هو مقتول ظلما، لا حول له ولا قوة، ما بستطيع شيئا، كيف هذا في النار؟ هذا كيف يدخل النار؟ ما كان الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، حاشا أن يظلم الله تعالى مثقال ذرة، فكيف هذه البنت أو غيرها تكون في النار؟ قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: هذا على سبيل المجاز، بمعنى أن كل إنسان يتسبب في القتل فهو في النار، ومن قتل سيوقف على باب النار ليشهده الله دخول ظالمه وقاتله إلى جهنم، مو ودا يدخل معه على النار، ماله على هذا مظلوم مش دخله، أو طفل صغير هذا غير مكلف أصلا، غير مكلف في الشرع أصلا حتى يبلغ، ما بلغ، طفل صغير. فقالوا حتى يشهده الله تعالى دخول قاتله ووائده في النار والعياذ بالله تعالى. إذن هذه مسألة مهمة أيضا ينتبه الإنسان إليها. فإذا كان الإنسان قتل إنسانا وأده فهو في النار، فكيف ببعض الناس ممن يقتل المسلمين عموما في الديار الأرض؟ ما شأن مثل هذا الإنسان؟ وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله أكبر، سبحان الله. الشيء الثالث الذي نتنبه له في قضية هؤلاء أنهما مباشرة استنكرا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلا وربك، يقسم الله تعالى به بنفسه الكريمة ولكن بكاف الخطاب لرسوله، لأن ربك أنت تعرفه يا محمد معرفة أعظم من جميع معرفة البشر. فقال: فلا وربك، إيه يا مولانا، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الخلافات ده حكم الشرع، هؤلاء لما شيء ما قبلوا عقلهم ليش ده يطعمين القلب؟ ليش الوائدة الموؤودة في النار؟ على الشرع ده تحكموا، انتوا ده تحكموا على الشرع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ايه، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه علامة الايمان. فواحد والله ايه انا مسلم، هاي الشغلة حرام، مين قال حرام؟ الله قال حرام، مين قال حرام؟ انت عم ترد يعني على رب العالمين؟ ما ادري انا شلون يعني عم تقول مين قال حرام؟ في ناس الخمر مين قال حرام؟ اعوذ بالله يا رجل، انت مسلم؟ مين قال حرام تقول الخمر من قال انها حرام؟ لا اله الا الله. فمشكلة كبرى هذه ايضا. لذلك هذان الرجلان لما فعلا هذا الفعل دل على ان الايمان ما دخل قلوبهم.
وإنما تأثرا مباشرة بكل ما كان اعتادا عليه سابقا فرجعا إلى الكفر. وأكدوا على ذلك بأنهم وجدوا الراعي وإبل المسلمين فسرقوها وربطوا الراعي فرموه بعيدا، العياذ بالله تعالى. لذلك بعض الوفود يا أيها الأحبة كانت وفود شر على المسلمين، ليس كل الوفود كان فيه خيرا، وفي الظاهر جاءوا ليسلموا لكن هذا ما بدر منهم، فسبحان الله. لذلك الإنسان يكون حذرا بشكل دائم، فالمسلم كيس فطن، أي عاقل منتبه. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب، والحمد لله رب العالمين.